الإجادة قبل الإجازة. شوفوا الإجادة، كن متقنا لكتاب الله تعالى قبل أن تبحث عن الإجازة. الإجادة قبل الإجازة. والتثبيت أهم من الجديد، يعني احرص على تثبيت الحفظ. أنا أتحدث الآن مع الذين يعني في حالة الابتداء في حفظ القرآن. التثبيت أهم من الجديد، لا يكون هم أحدكم آخر السورة. يبقى الكيف أهم من الكم.